يمكن تكون بنت ملا هيك. هلا اسم كتير حلو كاران. هلا اساوي شي. ايه هالطلب كاران، انت اخترت اسم كله طاقة وحب صح؟ فليش ما بتكتبه عايد بريتا بالحنة؟ هيك بصير احلى صح؟ ساويها يلا. ها يلا بريتا اعطي ايدي. رح نساوي شغلة راجات. خد، انت ليش ما بتكتب اسمك على ايدي بالحنة ولا ما بتحب؟ عن جد؟ حلو كتير. لازم يكون حلو. وهلأ رسامة الحنة رح تشوف اسمك يلي كتبته، وأنا رح شوف الاسم يلي انت رح تكتبه على ايدي. لازم نساوي كل المراسم، مو هيك؟ ايه؟ اسمعوني كلكن، اليوم بيكون يوم للفرح والغنى والرقص كمان. هذا يوم الاحتفال والفرح. وهذا الحفل الحلو ما بيكتمل بدون الدف. يلا اعزفوا على الدف. يلا. ايوه شو حلو. ألو؟ إيه أنا هون. وينك؟ منيح، تعال. عمي؟ مرحبا. شو بنتي؟ عمي بس انت فيك تخبرني من يلي شفته هلا؟ مين؟ شو قصدي؟ قصدي الشخص يلي قابلته من شوي. لا بنتي انا ما قابلت حدا. لا انا عم بسأل عن الشخص يلي قابلته انت من شوي. بس انا ما قابلت حدا. يا عمي انت شو عم تقول؟ انا شفتك بعيوني هدول، انت قابلت حدا، وحتى اني شفتك عم تعطي لهذا الشخص ظرف صغير كتير. اهتمي بشغلك يا بنتي، تعرفي خليك بشغلك بيكون احسن لك. طيب وليش لحتى اعرف انه اذا انا اهتميت بشغلي الخاص بيكون احسن الي؟ عزيزتي لما بتقولي شي لحدا ولما منشوف شي معين ومنصير نسأل اي شخص عنه، فهالشي ما بيعني انه هذا الشخص غالي وبيهمنا. بصراحة انا مستغرب ليش عم تسأليني. طيب خبريني قديش اليك بتعرفيني؟ انسي 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 هالشي، رح اسألك سؤال غيره.